إذن تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل متتبعي قناة شوف تيفي وكل مشاهدينا الكرام من مدينة بني ملال. أجواء مثيرة للغاية هنا بشوارع وأزقة مدينة بني ملال. غادي ناخذكم في هذه الجولة الليلية بشوارع وأزقة مدينة بني ملال. نتمنى أنكم تستمتعوا معي بهذه الجولة الليلية مباشرة من أكبر شوارع، إحدى أكبر شوارع المدينة، وبالضبط شارع محمد الخامس طريق قصبة تادلة. أجواء باردة شيئا ما مع جو حار وسط النهار وكذلك جو بارد في الصباح منذ بداية الأسبوع. أذكر مباشرة من شارع محمد الخامس بطريق قصبة تادلة بمدينة بني ملال. هذه هي الأجواء الليلية بشوارع وأزقة المدينة. تحية لكل المشاهدين الذين يتفاعلون معنا في تعليقات في هذا البث المباشر. هذه هي الأجواء كما تشاهدون، أنقلها لكم بالصوت والصورة مباشرة من شارع محمد الخامس بمدينة بني ملال. إذن كما تشاهدون معي سيارات ومارة على قلتهم بحكم أن مع برودة الطقس كلشي كيسد بكري وكيبقاش الرواج التجاري لهذا الوقت. إذن مشاهدينا الكرام أضرب لكم موعدا في بث مباشر آخر من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها. مع تحيات أخوكم طارق، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أمسيتكم سعيدة وليلتكم سعيدة، وإلى اللقاء.